رجل تأخر عليه الإيجار سنة ونصف لشقة أنا أملكها. تأخر عليه الإيجار؟ تأخر عليه الإيجار؟ الإيجار لمدة سنة ونصف، يعني لم يدفع إيجار الشقة سنة ونصف. أيوة، أنا مستأجر شقة بألف جنيه، ما دفعت للشقة الإيجار؟ 1000 جنيه مثلا المجموعة كلها دفع مرة واحدة، هل بلغ على الزكاة؟ بقي معك مدة. لم يدخل على مدة، سأستلمه حالا بعد شهر. أيوة يعني يعني المال الذي أنت تكون رصده للشقة، يعني دين عليك، اقسم الدين من مالك وزكي المتبقي.